مسرعة أعمال يستفيد منها ما يفوق منذ إطلاق النشاط عام 2017. بالإضافة إلى ذلك فقد التزمت حكومة مملكة البحرين معالي رئيس مجلس الشورى الأستاذ علي بن صالح الصالح اللي هو خدم نتشامل عريض وكيل وزارة الصناعة والتجارة كلمة لنكون بينكم اليوم حاملين لكم سلاما خاصا وحارا من مدينة السلام والمحبة من القدس الشريف أولى القبلتين. الشريفين إلى مملكة رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. والعمل مع الوزارات المختصة في وضع سياسات ولوائح على المستوى المحلي والعالمي، وما زالت تطمح عليهم ممثلة بالسيد عمر كرام، شمس ممثلة بالسيدة ياسمين عطون، شركة ميك أوفر ممثلة بالسيدة ميساء أبو غنام. سلام. أنا لما أسمع يعني واحد من فلسطين وبنية مثلكم تقوم بهالمجهود نحس إن الدنيا بخير، وإن أنتم في أصعب الظروف وتقدرون تخلقون، تقدرون تبدعون، قدوة إلينا قدوة للأجيال اللي جاية إن شاء الله. موفقين موفقين بالفوز، الله يسلمكم ويسلم وياكم، مبروكين بالفوز ومبروكين بالإنجازات إن شاء الله. دكتور حسين المير الله يخليك، خلاكم رب ان شاء الله، الله يحفظك ان شاء الله. موفقين. شكرا على كل ما قدمتوا لنا. شكرا حبيبي، شكرا. ما شاء الله على جمال الوفد الفلسطيني المشارك، له بصمات واضحة. أخونا عمر كرار من الوفد الفلسطيني المشارك في البحرين. حياكم الله، يسلمكم إن شاء الله. وياكم حبيبي. أهل البحرين أخوة أعزاء، وطنكم وطنكم الله يسلمكم إن شاء الله وياكم. إذا جيت للبحرينيات صراحة يخلقون فيك الروح المبدعة، والحضانات اسم على مسمى. عندنا شركة حاضنات تاخذ البحريني من البداية توديه في السما فوق، وتخليهم من المبدعين. تأكدوا عقب هالقد سنة بتشوفون المبدعين في البحرين مميزين على مستوى العالم. هذا كله إن شاء الله من مجهودكم. موفقين إن شاء الله. ومركز فاروق المؤيد للتنمية المؤسسات اسم على مسمى. من خلقنا احنا شفنا هذا الاسم مشهور للخدمات. الله يجازيكم ألف خير. مشكور أخوي الدكتور حسن محسين. الطب من الألف إلى الياء. موفقين إن شاء الله. طبعا مؤسسة محمد بن راشد للتنمية تاج على رأس الجميع، وتشوفها أفعالها الخيرية دائما متقدمة في البحرين وغير البحرين. موفقين إن شاء الله. احنا بس من نسمع محمد بن راشد، مؤسسة محمد بن راشد، الله يسلمكم إن شاء الله. اسم على مسمى. موفقين. اخواننا متعني من الكويت ينشرون لنا اخبارهم، وخاصه في شركه الروبيان شلون يزرعون الروبيان ويسوون لنا مستقبل التامين الغذائي. طبعا اخواننا الكويت سهروا وراحوا البلادين وعاشوا مع المزارع مال الروبيان، بس حق يجيبون لنا الخبره يكسبون لنا اياها ان شاء الله. الله يجازيكم الف خير. الله يبارك يا رب. ونتمنى اسعار الروبيان راح تنزل ان شاء الله يا الله. وطبعا الماء الغداء الخليجي الروبيان غداء رئيسي بالله. وموفقين ان شاء الله. يا رب. شكرا على اللي يسهرون على حساب الليل والنهار لتوفير المواد الغذائيه ان شاء الله. شكرا. خاصة الكويتيين تاج الرأس ما شاء الله. السعوديين مبدعين، وخاصة في التكنولوجيا يحتضنون المشاريع الصغيرة والكبيرة. نتمنى عقب فترة أن هذه اللي يسمونها الربع الخالي في السعودية بتتحول إلى مركز تقني وتكنولوجي من الخبرة والدعم اللي يحصلونها من السعودية. هذه شاخوري، وموفقين إن شاء الله. بالكادر اللي عندكم ان شاء الله تحول السعوديه ودول الخليج الى دول اللي راح بتطور عقب كم سنه ان شاء الله، خاصه بالتكنولوجيا والجامعات والتعليم المتطور عندكم في السعوديه.
نقابة ما شاء الله يعني خريجكم على مستوى عالي. الله يكون التوفيق إن شاء الله وياكم. سلام عليكم، مساكم الله بالخير. ننقل لكم البحرين اليوم 17 أبريل 2019، والجو حار طبعا. حيا الله اخونا اسماعيل طبطبائي، الله يسلمكم ان شاء الله. الكويت متعنين لنا يعطونا خبرتهم في كل مجال ان شاء الله. انت والخبر احنا اللي لا 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 يبا، انتم راس كل شيء. وطبعا اليوم الجو حار، لازم تشرب عصير. هلا الغالي الاحوال ان شاء الله. شوف الجو حار، نشرب بارد. مفكر يشرب شاي للابداع. طبعا طبعا الشاي يحرك شويه المشاعر، المخ ولشط. نعم ولشط. انا هذه مبرر. نعم ان شاء الله. حي الله اخوي علاء، شلونك؟ اهلا وسهلا. الله يسلمك. شنو اخوك هاني؟ تمام سلم عليه واجد واجد. الله يسلمك ان شاء الله. حياك الله ويحفظكم. والله لي الشرف معرفتكم. الله يحفظكم وياك الغالي ان شاء الله. سلمك ان شاء الله وياك. احمد يوسف علي، هذه رنت الانتخابات الحين في ادوني. هنيئا لي اخذ لك علي السماهجي. سلم على عم الحاج علي السماهجي المحامي الكبير، وعلى اخوانكم. حابين لو نقدر ناخذ فكره عن كل حاضنه.